أنا زهقت، خامس مرة أصلح الباجي في نفس الأسبوع. وأنت مستغرب ليه؟ دي أديله سنين معاك يا سيدوني، كل حاجة ليها عمر افتراضي، وأنت المفروض تكون عارف الكلام ده. دي خربان مولي. لا 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 لا، اللي فيه يتصلح يعني يتلم، يعني الحاجات بسيطة. لما أجي أمشي بيه مثلا ساعات عايز أمشي كده بيحدف مني زي فيل الشطرنج شوية، بس بعرف أحوده وأرجع تاني. الكرسي مشرشر شوية عايز يتظبط، الكاوتشات عايزة تتغير، وتانك البنزين فيه خرم صغير ممكن نسده بحاجة، بس مش أكتر من كده. وفكرني سيح، عايزين نجيب جوينتات. ها؟ أنت قلت إيه؟ جوينتات؟ واه، وطي صوتك يا سيدوني، دي فيها قضية. قضية إيه؟ ما هو ليجل، الجوينتات بتتباع عادي. الكلام ده في هولندا، مش هنا. هولندا إيه؟ أبوك نفسه بيجيب جوينتات، جاب لنا جوينتات مرتين. حتى لو أبويا عمل كده، أنت المفروض تركز يا سيدوني، هتدمر صحتك كده. دمرها أنا، مالي أنا؟ أبوك جاب لي جوينتات عشان أديها للباجي. طب يا سيدوني ما تشوف اللي حصل للبادي والطعس. دي خربان. خربان من كتر الجوينتات. أنا مش فاهمك. أنا بجيبها من الراجل، الراجل كاتب أصلاً على المحل بتاعه كده، إيه علي للجوينتات. إيه؟ قصدك ديوانات؟ ما هي هي. لا مش هي هي، دي هرمفول، دي هيلبفول. أنا قصدي على هيلبفول. خضار يا سيدوني. خضار إيه؟ خضار، هيلبفول. يعني أفول الباجي فجل مثلاً؟ مش فاهمك. تفول إيه؟ دي تنمية يا سيدوني، هو فاضل في حاجة سليمة؟ ده أنت فاضل تقول لي نزرع له كبد. تضحك؟ تسخر مني؟ أيوة بتعمل أيوة؟ تسخر مشاكل صاحبك؟ عيب يا ابني، ما ينفعش بيكون عندي مشكله تعاطف معايا، خلي عندك دم. انا اسف بس والله انت اللي بتهزر يا سيدوني، ده المفروض انت تبيعه وتجيب واحد جديد. هو انت فقير يا سيدوني؟ لا طبعا مش فقير. الارض اللي انت واقف عليها دي اصلا نصها ملكي، بس انا يعني لويال وايموشنال، فمرتبط عاطفيا بيه. مرتبط عاطفيا؟ اسمع مني يا سيدوني، انا شايف انك تجيب واحد جديد وتموف اون بيه على القديم. تاني بتتريق تاني وبتهزر وبتضحك يا مريض، عيب. بقول لك عندي مأساة، عيب. ما ترد يا سيدوني. وانت مالك انت؟ مش عايز ارد. رد اللي يكون الفطاطري. انت ناس ان احنا طالبين بتايز. بتايز؟ انا زهقت والله. انت بتقول بتايز على البيتزا وحزر قوم بيقولي على البرجر براجر، هو في ايه؟ انا كل ما اقفش سكه في العربي نزلوا فيرجن جديده ولا فيراجن بقى عشان تظبط معاكم. استنى رد. الو بتاع البتايز؟ لا واضح ان انتوا كلكم متفقين. لا انت كده ورا الدوار، تعالى قدام الدوار الناحيه الثانيه، حتى بالاماره هتلاقي شجاير، مش شجاير اسمنت، شجاير جمع شجره. يا سلام متضايق، وانا عديت لك بتايز برضو. سلام. حاجه غريبه يعني، ما دي موبايل ده بدل المدشمل ده. وانت عايز اشتري اي حاجه وخلاص؟ مش هشتري يا سيدي. وانت فقير ولا ايه؟ مش فقير، الدوار ده نصه ملكي، بس انا ايموشنال ومرتبط عاطفيا بالحاجات بتاعتي. هو كمان والبادي عارف الكلام دي ولا انت مخبي عليه؟ واه استنى سد وده عشان دي خيانه. ولا سايكو انت، سايكو يلا. وانا هثبت لك نوع الجوكس السخيفه اللي عملت لقاحها من الصبح، لازم يبقى في قدامك جمهور عشان يضحك على اللي انت بتقوله. طالما مفيش يبقى انت سايكو، بتقول كده عشان تاذيني بس، حتى ما بتاخدش ابريشيشن. ليه يا سيدوني؟ والبادي راح فين؟ احنا لو دورنا البادي دلوقتي هيكركر من الضحك. واه خدت بالك من الدبل مينينج؟ هيكركر عشان عطلان وهيكركر عشان الضحك. طب انا هقول لك على حاجه ليها وار مينينج. إيه؟ انا هقتلك على فكره، ده من مينينج ممكن تقتلني من الضحك. هقتلك ما تقعد. السلام عليكم يا سيجوني، ازيك يا دي هجرس؟ كم الحساب؟ الحساب يبقى 150 جنيه. انت بتهزر؟ هات. ليه؟ انا شايف على المنيو طالب اتنين بيتزا ب 80 جنيه. لا 80 جنيه تمن البتايز بس، انما باقي الفلوس بتوع الحاجة دي. عندك شوكة او كباية او ورقة نعناع او منديل مبلول؟ ده مبدئيا فيروس سي،
انت جايب لي فيروس سي في كيس الشوكة. ماشي، يعني ممكن اتخيل احتاجها في ايه رغم اني طالب بيتزا مش سباجيتي. يعني ممكن مثلا اخد بيها زيتون واقعه، صرصار هي ياكل له عندك وقفه مثلا. الكوبايه ماشي، هبلع بحاجه اشرب حاجه بعد الاكل ماشي. المنديل بقى المبلل حضرتك ده منديل ناشف وبتاع حاجه تانية اساسا. كبابجي فرحان ده فين ده؟ ده حاجه تانية. ما هو انا عبال ما تجيبه لك مبلول هينشف في الطريق. بالله انت بمعرفتك يا سجني. والنعناع عشان تشرب بيه شاي. وانت مالك؟ ما بحبش اشرب شاي بعد الاكل، بحب اشرب حاجه ساقعه. ارمي ورقه النعناع. ايه اللمضه دي؟ على فكره انا ابتديت افكر فعلا اني هاجر لكوريا. واجي رايها في البلد. والواحد لما يحب يطور من مهنته ويفيد الناس تحبطوها كده تدوس عليك. لا 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 ما يقصدش ما يقصدش. ولا 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 بلاش سلبطه. يلا ولا ده اسمه نصب يا حبيبي، مش تطوير في المهنه، ده نصب. 70 جنيه اللي انت عايز تضيفهم على الكلام الفاضي ده كنت جبت ب 30 منهم لحم مفرومه زياده على البيتزا. كنت هبقى زبونك على فكره. خلاص المره الجايه بجيب لك، اديني بس الحساب عشان امشي. مش معايا، قصدي مش معايا دلوقتي. بص انا معايا دلوقتي 100 جنيه تاخدهم والباقي اديهولك على كذا يوم اول ما افضى وكده، ولا 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 تاخد سلايس وتمشي. سلايس ايه؟ خلاص يا سيدوني انا حاسب المره دي. معلش معيش الا دور مياي اهي. كتر خيرك يا سي الاستاذ هجرس، كتر خيرك. اي موتوسيكل؟ خلونك. سبحان الله، من يدي هدرس لياس الاستاذ هدرس. الفلوس بتعمل كل حاجه فعلا. ديفنتلي. على راي المثل ماني توكس بولشيت ووكس. ديفنتلي. بس انت عجبتني اونستلي. برافو ادائك والثقه وانت بتطلع فلوس بنك الحظ دي. الواد صدق ان دولارات بجد. بنك الحظ؟ ما هي دولارات بجد يا سيدوني. او ماي جاد، انت جبتهم منين دول يالا؟ سرقت؟ سرقت ايه يا سيدوني؟ دي من عرقي وشجايب. عرق ايه يالا؟ ما انا عارف السكيلز اللي عندك. دول هيجوا منين؟ من ال ولا بعت بسخيط؟ ما مفيش حل تالت. في حل تالت يا سيدوني، من التكبيس. استغفر الله العظيم. بتعمل مساج بهابي ميل؟ ميل ايه ومساج ايه؟ بقول لك من التكبيس يا سيدوني. واه استنى فكرتني. انا عندي شغل دلوقتي، تعالى اتفرج عليا وهما بيكبسوني. لا 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 مش هقدر، انا ما اعرفش ايه اللي انت هتروح تعمله، وكل خيالي بصراحه بيكسل. فانت امشي قدامي وانا هشوفك من بعيد. ماشي نمشي ونسيب البادي عادي ولا هيزعل؟ ولا 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 ولا